راعي الكلاب قد هرب، وخلال هروبه استشهد محاربان. لقد ظننا بأننا نزعنا شوكتهم، وأن إيماننا وقوة سيوفنا تكفينا لذلك، لكن الهجمات التي تأتي منهم لا تنتهي. لكي ننهيها يجب علينا أن نبني دولتنا مقابلهم. هذا صحيح بني، يجب أن نبني الدولة أولاً. الأيوبيون مفككون، وأمراء السلاجق يحاربون بعضهم بعضاً، والمسلمون في تشتت. إذن يجب علينا أن نحمي السيادة أولاً. يا أخي أبي، هل تسمعني ما تقولانه؟ نعم نسمعه جيداً بني. ما قاله أرطغرل صحيح، يجب أن يكون هدفنا حماية السيادة. العزيز صديق لنا، لكن لن يسمح لحاكم ولا لأي سيد أبداً بإقامة وطن منفصل على أرضه. إن كتبت السيادة في قدرنا فهذه الأرض ستكون وطننا. لقد فات أواني، وبعد اليوم أنتما ستكافحان لتحقيق هذا المراد. مستقبل القبيلة بين أيديكم أبنائي. إن حصل لي أي شيء إياكما أن تتركا بعضكما، كونا دائما متماسكين متحدين، فإن كنتما معا فالوطن سيصبح أكبر. حسنا أبي. أبي أنا سأرتاح قليلا، وأنتما أيضا. غدا صباحا سنصلي ركعتي شكر ثم نخرج إن شاء الله. كيف حال دمامله؟ سيئة أخي، سيئة جدا، انتشرت على كامل ظهره. لو أننا نتحدث مع الشيخ ابن العربي كي يجد لنا حلا، علته لا تزول فما دواؤها؟